مريم كلينك تتعرض لهجوم حاد بعدما طلبت من أفخاي أدرعي أمراً صادماً، والجمهور لوين وصلنا؟ أنا لكلينك عم بقدم. أثارت الفنانة اللبنانية مريم كلينك حالة من الجدل بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي توجه رسالة إلى الناطق الرسمي باسم جيش العدو الإسرائيلي أفخاي أدرعي. وفي التفاصيل، فقد ظهرت كلينك في فيديو ساخر تطلب فيه من أفخاي أن لا يضرب لبنان من الساعة 5 إلى 8 لأنها متواجدة في صالون تجميل من أجل ترتيب أظافرها. أفخاي أدرعي؟ بليز في مجال ما تصفقنا صواريخ من 5 إلى 8 لأنه عندي موعد مع بتول بليز. وتعرضت مريم كلينك لهجوم حاد من قبل المتابعين، فعلق أحدهم قائلاً لوين وصلنا؟ وأضاف آخر لا إحساس ولا عقل وصفر فهم. وعلى صعيد آخر، نشرت مريم كلينك قبل في حسابها عبر موقع إنستغرام فيديو لها من داخل إحدى عيادات التجميل، وظهرت مريم كلينك مع خبير التجميل خلال قيامه بحقن شفتيها لتكبيرهما، وأرفقت مريم الفيديو بعبارة حرب أو لا حرب، المظهر الجيد أمر لا بد منه. وبعد أن ألغت خاصية التعليقات على الفيديو فتحتها من جديد لتنهال عليها التعليقات المدينة لعدم تعاطفها مع ما يحصل في البلاد. كما ونشرت سابقاً عارضة الأزياء اللبنانية مريم كلينك على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو فاجأت من خلاله المتابعين بظهورها، إذ بدت بملامح مختلفة تماماً عما اعتاد عليه الجمهور. وفي التفاصيل، أطلت مريم كلينك في مقطع فيديو وهي ترقص بطريقة اعتبرها البعض فاضحة وغير لائقة، وظهرت بلوك جديد حيث اعتمدت لون الأسود لشعرها وارتدت كروب توب وشورتاً. وأرفقت مريم الفيديو بتعليق قالت فيه حدث كبير على تيك توك سيحصل في يوم من الأيام، العالم سيتحدث عن آخر بث مباشر لي، أعلن نقطة اللاعودة. كما فاجأت كلينك جميع متابعيها على تطبيق إنستغرام بتغيير شكلها بالكامل بعد تخليها عن الشعر الأشقر اللون الذي اشتهرت به. وأطلت كلينك المثيرة للجدل في مقطع فيديو مصور بشكل مختلف تماماً بالشعر الأسود الناعم مع غرة جانبية، ولفتت الأنظار بجمالها وبتغير شكلها حيث بدت أصغر سناً من عمرها الحقيقي. بدي بلدي يكون الأقوى، بدي ضحكة شعب وضعف.